داخل إقليمه. ليه؟ الإجابة عندي، الإجابة هي إنه إذا انتصر الجيش ده ما يكون للبيجا قوة مسلحة موجودة زي الحركات. الآن هم يبتزوا الحركات، مش ما عاوزين الحركات، لا يبتزوا الحركات في الاستيما، دي استراتيجية خبيثة كمان تمارس الحركات، يبتزوا الحركات ويحرض ضد الحركات لسبب واحد، ابتزازها للاستمرارية في المعركة. ما خلاص ورطوهم بيمشوا وين يعني؟ يمشوا إريتريا؟ يمشوا مصر؟ الابتزاز عشان ما يطالب بسلطة تانية يقول لهم البيجا ما دارينه. لكن احنا برضو شغالين باستراتيجية تانية، الجلاب ذاته ما يكون فاهم وشغالين. والحاجة الاستراتيجية الوحيدة اللي مسنا لا انه المعركة دي لابد من انه تعمنا كلنا كده، لابد. ما اشرف من دارفور، وما اشرف من النيل الازرق، وما اشرف من جبال النوبة، ولا اشرف من الجنوبين اللي بقتلوهم 70 سنة 40 سنة اقصد، ما اشرف من زولنا. لابد المعركة تدخل على الاقل في ذل معركة في دولة جديدة، انه نحن نمشي نأسس لدولة جديدة. ان شاء الله كان يخشوا الخواجات يجي البند السابع، بس الجلابة دي ما يحكمونا. والرسالة زي دي المصريين هم عارفين الحاجة دي، عشان كده ضاغطين عليهم لخطين. الخط الواحد إبعاد الإسلاميين ويرجعوا تاني الحلفاء القدماء دي اللي يركبونا. لا لا، الشعب السوداني يجب أن يستوعب حاجة واحدة، يا أخي الجلابي ده هو شريك له، عنده إقليم وعنده أرض، ما يحكمني تاني، بس ما يحكمني. إذا الشعب السوداني كله متفق مختلف يصل للنقطة دي، ما تقول لي الجيش بتاع الجلابي أنه ينتصر عشان يجي يديني سلطة. يا أخوة 70 سنة حاكم ما اداني سلطة، بدينا لا بعد انتصر. يا اخواننا عقولنا دي موجودة، استراتيجية الناس دي القائمة. احنا في الاقليم ناس مقيبين ومبعدين وتم تحييدنا من المعركة دي، تم تحييدنا بمكاتب استراتيجية انه حولونا اجهزة الاستخبارات للجانب الثاني الاريد. الان عاوزين يستنفرونا، لكن برضو واعيين لشكل الصراع، واعيين لشكل الصراع ده. الصراع ده هو لتأسيس سودان جديد، انه الجلاب ده ما يحكم. نشيلك دعم سريع، انا مؤيد للدعم السريع، وحادخل ببندقية الدعم السريع عبر فدرالية مؤتمر البيجا، الجبهة الفدرالية لإقليم البيجا، وحركة احرار الشوتال، وفي اربع مؤتمر بيجا مسلح موجود داخل الخرطوم الان. حاجة دي لسه الافلام قديمة واضحة، لكن الممارسات بتاعهم دي في النهاية الشعب السوداني أيزو تبقى جياش تبقى شنو. بس أسأل نقطة واحدة بس أفتح مخك ده شوية، إنه الشريك ده ما يحكمك تاني. يا أخي ما تحكمني تاني، أنت لو عاوز ما دار تحكم، لو ما دار تحكمني تاني وتهيني ما تستمر في الحرب دي. لكن والآن هم ورطوا العرب بتوعنا الشكرية في المعركة دي عشان عاوزين استمرارية المعركة، لأن المعركة دي العسيرات عشان دي ما قريبة. القانون الدولي بيقول شنو؟ القانون بتاعت الحروب بيقول لك يا اخي القوه اذا ما تحركت عليك، قوه بتاع التهديد ما تحركت عليك ما تمشي على، اذا قوه محاصره ما تهاجمه. الان هم محاصرين ما تسمع، لو بيتحركوا من شندي الدعم السريع بيقول لك شندي، لكن هم يعملوا شنو؟ يمشي ينبحوا من القضارف ومن ارض البطانه، ويقول لك عندنا 40,000 في مدني، بكره صباح الدعم السريع خشه. الان خليه يقولوا من شندي عندنا 40,000 وبكره ماشي الدعم السريع بكره بخش لهم. الحرب دي فيها حاجات يا اخواننا، العالم ده متابع، فشان كده هم شغالين وفق الاستراتيجيه بتاعت العالم، وشغالين باستراتيجيتهم ان هم يحكموا السودانيين ويظلوا موجودين. كلنا فلنجات سينا ابين، كلنا فلنجات، لكن يجب ان نصل لنقطه واحده، انه الشركاء دول كفاهم 70 سنه فشلوا في اداره البلاد، في اقتصادها، في سياستها، في تنوعها، فشلوا فشل ذريع. الان عليهم ان يتنازلوا ويمشوا مع السودان في تاسيس دوله جديده، أو إذا استمروا سوف يحكموا من السوداني، وده سبب اللي قاعد يقتلونا فيه، إنه نحن ما نحكمهم، لكن هنحكمهم. هيحكمهم يا فوراوي، بس النقطة دي، هيحكمهم يا فوراوي، يا نوباوي، يا بجاوي، يا أنقسناوي، ويحيى بإتزاته. ما هو ده سوداني. والغرب المتحدة بيقول لك شنو؟ يحق لكل مجتمعات ساعدة في إنه تقرر في مصير بلادها كيف تحكم. نحن قاعدين في أفريقيا، عادي. بيت السلام، بيت الاستقرار، العملية بقت مرهقة لغاية حررت باقي السودان ده، بحكم أمك ذاته. السلام عليكم. شكرا تحياتنا. حلول من حلولية من دولة 56 في حلولية من دولة 56 ولي الشرف. أنا بس كنت أعمل على الفيديو يا أحمد كسر الفيديو اللي أنت عرضته دعامية؟ دعامية كيف؟ أنا جيش في دعامي بيقدر يبدا حلول؟ حلوليه من دوله 56 من السودان.
الفيديو اللي عرضته بس انا طرحت عشان الفيديو اللي انت عرضته. الفيديو اللي انت عرضته ده طبعا الفاضل يا اخي مشاعره جياشه جدا الفاضل والبشا ابو شنب ما قدروا يتحملوه. قال لك الفيديو ده يعني شنيع وكذاب البراءه. ده الكتكوت ده الشعب ده قلتيه طرفه انه الفيديو ده مشاعره ما قدرت تتحمله خالص. الفاضل انتم دفنتم الناس في الجنينه احياء، حفرتوا لهم ودفنتوهم وصورتوه، وين مشاعركم كانت مشت وقتها؟ حركتوا الناس ورميتوا الاطفال، رميتوا الاطفال في دارفور في النار هم بيحرقوا، وين مشاعركم مشت؟ ها؟ ولا مشاعركم وقتها هناك ما بتتحرك؟ اغتصبتوا النساء، النساء كانت الحرب كانت على اجساد النساء، اغتصبتوهم، وين مشاعركم كانت؟ وزي ما قال لك احنا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي الفيديو ده عايز يستمر ويستمر اكتر كمان اكتر من كده لكل جنجويدي في السودان، ما دي حرب. وتاني انت يا الباشا اتكلمت قلت يعني احنا دايرين نحكم وما نحكم الباشا، يعني معلش يعني انت ذكرت تاريخ من كم وخمسين، كيف الكلام ده؟ انت تاريخك انت دخلت السودان سنة 70 يا الباشا، ده تاريخ دخولك للسودان الحرب ما بين اثيوبيا واريتريا، ده تاريخ دخولك انت ما بيجاوي عشان تقول انه مين يحكمنا ومين ما يحكمنا. يحكموا البلد يعني هو ناس البلدان ما له علاقة بالسودان الباشا، يرفع بوك جسد الخارج يا الباشا. صفا ما قالت لك كده؟ واحدة يرفع بوك جسد الخارج، خلي السودانيين يتكلموا يعني الباشا يرفع بوك جسد ويتخارج صح؟ الباشا يرفع بوك جسد ويتخارج طوالي هاي دي بس كلام زي ده يعني، لكن ما يقول انا مثلا جيت من قبل سنه 50، سنه 50 دي حراره رجال يا الباشا رجال، صحيح شيب اضرار ممكن يجي يتكلم شنو يجي يتكلم، لكن انت ما تقول لنا يعني معلش انت تتكلم في حكم السودان، خلي حكم السودان للسودانيين معلش يعني. وانت بعدين الفاضل بعدين انت قلت شنو؟ قلت لزول داك يا خلاصيدك الفاضل انت شايف نفسك في المرايه يا زول؟ انت شايف نفسك في المرايه عشان تقول لي زول انا سيدك كده؟ لو في مرايه تغشاك شوفها تاني حقيف، شوف نفسك يا زول بعدك تعال قول انا سيد ولا ما سيد. ما في سيادة يعني مثلا يعني شين يعني مثلا من هالشين شين الصراحه، وده ما شبه واحد بيبقى سيد يا استاذ. لكن الكلام ده ما برجع له، برجع للخالق. لكن لا يرجع للخالق، لكن هو من يقول سيد السيد الخالق ولا السيد هو؟ كيف هو يقول انا سيدك؟ يلا 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 طيب فلنفترض انا والله دي راح اوري لانه نقاشك حلو فادونا فرصه يا جماعه. انا برضه عندي شانس يا جماعه يعني 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 زي الفاضل ده نهائي ما عنده مستوى هناك في شمال السودان ولا في السودان كله. الفاضل ده يا اخوي جايبين جده بسلسله السودان. والله انا مستمتع اقسم بالله انا مستمتع. كمل الفاضل انت جدك جايبينه بسلسله السودان، جايبينه مربوط ومصفوف كده وبيدفعوا الثمن، بيدفعوا ثمن وجدك بتقول سيد كيف في بلدنا يا زول؟ انت اصلك النيجر، اصلك افريقيا الوسطى، اصلك الاماكن دي، وحتى ممكن هم تكون ما اصلي يمكن كمان. هم برضه ناس الفاضل ده يرفعوا بوق جسمه يتخارج. يعرف لا ده ما يتخارجوا، ده لازم يبقوا بترول في السودان يا احمد كسل، ده لازم ينتهوا عندنا هنا. وتاني حاجه يا الباشا في حاجه واحده انت قلت يا اخي نحن لازم نقف مع جبال النوبة. الباشا انت لولا حميرتي اللي هسه يتحلل ده انت كنت قبيت النوبه في الشمال في الشرق، انت قمت عليهم حرب يا الباشا، انت بالذات قمت عليهم حرب لولا حميرتي ما شود القوات لو من كان تابع للجيش. ها انت كنت قبيتهم، انت لسه دارت تتكلم لنا عليهم؟ ما مثلا طيب قول يعني لي يعني بس نقطه يعني يعني الفيديو زي بتاعت شندي ده مزيدا من الفيديوهات زي دي طبعا صح بتأيد الفكره للدعم السريع للدعم السريع والمرتزقه، والدعم السريع مزيدا منه مزيدا منه للدعم السريع والمرتزق. انتوا ناسين اللي حصل في دارفور؟ ناسين الناس اللي دفنوهم احياء ولا كيف الكلام ده؟ يلا مع السلامة عشان عندي وقت ما قادر اسمع كلام كنت الفاضل ده بالذات ما قادر اشوفه الشفات عليه الكاميرا كده مالك يا زول. طيب انا حاطط الكاميرا قال لك الكاميرا يا اخي ده انا ما عندي لا انا ابن عمي دقيقه بس ابن عمي تصور انا قال الله خلاه. طيب لا لا ما ترد على الباشا ما ترد عليه كثير لانه احنا قاعدين نناقش سياسه يا جماعه
حسام ضغط نفسي. لا يا فاضل والله دي بالضبط حلت بتاع بامية، والله دي بالضبط حلت بامية. يا سلام الباشا، الباشا ما في زول يرد لمرة، لأن حقيقة هم ذاته النازل ما صندق بضمان ما بتاع متاجرة. لا عشان بكرة يقولوا والله يا جماعة النازل بيسوق النساوين وبيسوق النساوين والكلام الأصلي شك. أنا إحنا لا نجينا نحن لا نيجي النساوين وهم أصلاً إحنا ما مطلعين على الضيوف معناه ولا الزانيات، وهم مطلعين نفسهم أبناء مغتصبات. فلذلك أنا بفتكر إنه الرد على هؤلاء البشر يصبح ذات نوع من التقليل بالذات في في الجوانب دي. الجانب ده أقول الله الناس تفهم النهاية. يا خشب. لكن انا خلوني اقول كلام الفاضل. انا بدي والله انا ما احترامي لك، ما هو الفكره تكامليه يا حبيبي، لكن انا بقول لها حاجه واحده. انت اساله جد الفاضل ده، جد الفاضل ده من الناحيه السياسيه عنده جده هو الشخص اللي اتى بالاستقلال في السودان سنه 55 في 19 شهر 12 55. جد الفاضل اللي بتشوفه ده انا ما عارف انتوا جبتوه من وين، لكن ده جده. وجده منو كده اذكر لنا جده منو؟ جده منو؟ جده اسمه محمد ابراهيم دبكة يا تسك. انا لما اقول لك تسك دي ارجع للفاضل ده بعدين يفسر عليه. وجده على الكلام ده الفاضل بتامن على الكلام ده كلام صحيح يا اخي؟ خليني من ده. وجده الاكبر، جده الاكبر لما اربط لك الواقع بتاعت الفيديو الاسد انت منتشر به بتقول هذا ما اريده، نفس القصة دي. جده الأكبر طرد جدك الأسى، أنت مفتكر جد ولما أنت تقول هذا ما تريده ده جده هو الأكبر. التاريخ يا خشب ما في دول يقولوا، لكن أنا ما كنت داير أصلا إنه أنا لا لا بس أنا ما داير أقول الكلمتين دي الوزات وما قصد المرة دي بصراحة. أقول لك حاجة ما قصد المرة النساوي عندنا والله مؤسسة ما تصور جدا صغير في ما تصور جدا صغير ما في داعي نرد في الموضوع ده. طيب ده بالمناسبة جدا بالسيارة خشب عليك الله يديك الميتشين. شوف يا جماعة أنا هنا في المنصة دي جيت أناقش سياسة، لا جيت أبقى عارض أزياء، لا جيت أعرض نفسي أكون صهير لزول، لا داير أناسب زول، أنا جيت أتكلم سياسة. طبيعي جدا أنا أتكلم سياسة، تعال قول الدايرو أنت كان إلا بجيت السياسة دي كلها خليتها بجيت على شكلي أنا. لا أحمد كسر ده جواب لك، قال لك الكلام ده من ربنا ما من الفاضل. ما بنقدر إنه أنا كالفاضل ما بقدر أمشي أمسح لي كريم ما عاد ممكن أبدأ أبيض يا كسر لك كيف، لكن هذه ما شغلتي. الحاجة الأولى بعدين عليك الله دي كسرة سوية كده أبخشب ده بيعرفني أنا لما كنت طالب صغيروني في الجامعة وكنت أتكلم في أركان النقاش، وأحيانا كده لما يعتبروني بخشب ده ما قاعد يعني يقصر بيجي بكفر وبيجي بقول ده ولدنا وكده وشنو بيزورني على الأقل. يعني أنا دار أقول حاجة يا كسر، أنا ما ممكن زول يدرني بالمناسبة للحماقة. أنا قريت الجامعة معروف قريت الجامعة وين فترتي لما قريت الجامعة دي كلها ملقي زول رفضني لأني أنا يعني من ناحيه البنات بس ياخذنا ناس جاد. انا والله احترم جدا لانه عندك جنو انت ام، يعني ليه ما رفضتونا زمان؟ احنا الجنجوي ده زمان في الجامعات ليه ما رفضتونا وقلتوا امشوا النيه؟ ما كنا احباب وكنا 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 يعني الليله خلاص اختلفنا معاكم في الدوله دارت تطلعوا لنا انتشاف ما مشكله. والباشا يمشي اريتريا وكسر يرجع اوغندا ولا يرجع وين ما عارف، ده ما موضوعنا. انا داير ارد على المواضيع اللي عندها علاقه بالسياسه. هم الفلول لا الراجل بيفتح كاميرا ولا المراه تفتح كاميرا وهي تتكلم فيك في اشكال الناس. طيب انا دار ارد على المواضيع اللي لها علاقه بالسياسه، وحارد على الكلام اللي بيستحق اخونا ود الشريف. قال انا الدوله هنا في 3600 نفر في اللايف ده، كلام ده خطير. انا الدوله وبقول الكلام ده بكل الجهل السياسي. اول شيء انا عندي اركان للدوله الان ما موجوده في السودان عشان تعرف، يعني خليك في الميود ده انا ما حاسيئك ولا حاقول عنك كلمه شينا عشان الناس تستفيد. الدوله دي عندها اركان، إقليم اللي هو أرض أو بوتقة جغرافية، ودي في السودان حاليا ذاته ما محافظ عليها لأنه نحن محتلين من زمن كبير جدا. بالإضافة للشعب، إقليم زائد شعب زائد عقد اجتماعي زائد سلطة، الأربعة دي الأركان أساسية من أركان الدولة. طيب إذا مسكنا الإقليم نحن محتلين في السودان، والمفترض انه يحمي الارض حقت السودانيين اللي هي ارض الدوله السوداني او ارض الوطن اللي اسمه السودان ده، المفترض يحميها الجيش اللي هو جزء من شنو؟ من السلطه، عنده مهام داخل السلطه دي، حمايه الاقليم. ما قدرت تحمي الاقليم، نحن محتلين حلايب وشلاتين محتله من مصر، والدوله فقدت ركن من اركانها. معناها بنفس كلامك اللي بتقول انا الدوله ده الان، بالمناسبه هي ما في دوله الان في السودان، لكن نفس كلامك ده الان حمايته الدوله. إذا مسكنا أرض حميتي عنده أرض الآن ولا عنده أرض متسيطر على كده؟ عنده
عنده شعب ولا ما عنده؟ عنده شعبي في نفس الأرض اللي هو متسيطر عليها دي يوازي 10 أضعاف الأماكن اللي بيحتلها الجيش، وبالتالي هو الدولة. العقد الاجتماعي انت غايب، غايب من 56. السودان ما عنده عقد اجتماعي بالمناسبة، يعني العقد الاجتماعي ده غايب في السودان من 56. لأنه تفاضل الهوية العربية في ظل وطن متعدد فيه زول نوباوي فوراوي دينكاوي من الجنوب فلاتي ما عارف العربي كلهم قاعدين، وبالتالي ما ممكن انت في ظل قيام العقد الاجتماعي تجي تقول لي انه انا الدوله، هو اساسا انت دولتك فاقده الاركان كلها. امشي لحاجه ثانيه، السلطه اللي هو اساسا او العمود الفقري في السلطه او في اي سلطه هو الدستور. اخر دستور في السودان الوثيقه الدستوريه، تم الانقلاب عليه، وبمجرد انك انقلبت على الدستور فانت ممكن استفيد منه وافهمه. فالدائرة أقول مهم الكلام ده إنه ما في دولة، ولو مشينا لنفسي فهمت ده الآن والله حميتك الدولة. أرض جغرافية في السودان هو مسيطر على 80% من أرض السودان الجغرافية، عنده شعب. وحتى على مستوى العقد الاجتماعي دي حاجة مهمة، أنت الآن هناك كإسلامي فارض الدين على السودانيين وفارض اللغة على السودانيين، أنت مغيب الهوية حق السودانيين في أماكن احتلالك، عاملة العاصمة حقتك في بور السودان، في حين إنه إنسان بور السودان ده عنده هويته غير العربية يعني، فدي مشكلة. لكن حمدتي هل في أماكن سيطرته فرض للناس عروبة، فرض للناس لغة، قال أقتلوا المسيحي، قال أقتلوا الزول ما بيتكلم عربي؟ في توافق الآن في أماكن سيطرت حمدتي، لكن ما في أماكن في ما في ما في ما في ما في بالمناسبة احترام في محل احتلال الجيش. فأقدر أقول لك أن الدولة دي كلمة زول بيقولها، وطبعا أنا عندي يعني زول بينفي أو بيأكد الموجود أصلا هو بينفي فيه بطريقة غير مباشرة. أنت بتأكد إنه السودان الآن لا يمتلك دولة بحكم الأركان حق الدولة الأساسية. طيب أرجع للموضوع الأخير اللي هو موضوع الحرق، وده كلام كويس. أنا قلت لك الناس دي لما تزعلوا بتطلع يعني أسوأ ما عنده. أسأل الفاضل ده مطاط ومرن جدا يعني، يتكلم بقول الدار تتكلم فيه، ما حتكون أفضل من غير